بين صنعاء والحديدة ثلاث جولات خلال أقل من شهر للمبعوث الأممي في محاولة لإنقاذ ما يبدو أنه لا يمكن إنقاذه. خلال المدة قتل 6 أسرى في سجون الميليشيا واختطف 36 مدنيا آخر. أهلا بكم مجددا. يعود المبعوث الأممي وفريق المراقبين إلى الحديدة وقد زادت التعقيدات على الأرض. باتت الحديدة مساحة شبه مغلقة أمام الفريق الأممي ذاته، فيما يشهد محيط المدينة قصفا مستمرا على المدنيين. كانت الحكومة الشرعية قد حذرت من انهيار اتفاق ستوكهولم في الحديدة جراء تمادي ميليشيات الحوثي. يتزامن ذلك مع تسريبات تفيد بقرب تغيير رئيس فريق المراقبين الأمميين إلى الحديدة. لا ريب أن المجتمع الدولي يلقي بثقله في سبيل إنجاح اتفاق ستوكهولم، إذ أقر مجلس الأمن في وقت سابق مشروع قرار لنشر مراقبين دوليين يصل عددهم إلى 75 في مدينة الحديدة لتنفيذ اتفاق الهدنة. وأعلنت ألمانيا المنضمة حديثا كعضو غير دائم إلى مجلس الأمن، أعلنت عن دعمها المالي لذلك. تبقى التساؤلات حول السبب الذي تغيب معه الشفافية عن تصريحات الأمم المتحدة فيما يتعلق بالمعوقات التي يتعرض لها فريقها وجهودها في الحديدة. بين صنعاء وعدن تخوض رابطة أمهات المختطفين معركة واحدة ضد ميليشيات متعددة تتفق في أدوات العنف وتختلف في الأهداف. ففي صنعاء أعلنت الرابطة في بيان لها أن ميليشيا الحوثي قتلت تحت التعذيب الوحشي 6 مختطفين واختطفت 36 مواطنا من مناطق سيطرتها منذ توقيع اتفاق السويد في منتصف ديسمبر الماضي. استمرار انتهاكات الميليشيا بحق المختطفين والمخفيين قسرا يضع الأمم المتحدة واتفاق السويد في موضع الإدانة نتيجة تخاذل المجتمع الدولي عن حماية المدنيين في سجون الميليشيا. فيما يمضي المبعوث الأممي مارتن جريفيث في مهمة البحث عن إنقاذ ما لا يمكن إنقاذه من اتفاق ستوكهولم، إذ وصل جريفيث إلى الحديدة لبحث تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والاطلاع على الوضع الميداني ليختتم بزيارته هذه 3 جولات بين الحديدة وصنعاء في محاولة للضغط على الميليشيا لإعادة لملمة ما تبعثر من اتفاق وقف إطلاق النار. غير أن حادثة استهداف الميليشيا لموكب رئيس لجنة إعادة الانتشار في مدينة الحديدة الجنرال باتريك في منتصف الشهر الجاري مثل تأكيداً أن لا نوايا جادة للسلام لدى الميليشيا ولا التزام بالمواثيق، فيما أعادت ميليشيا الحوثي موضعة عناصرها في المدينة والميناء وزادت تعقيدات التحرك الميداني للفريق الأممي لتشمل إصدار التأشيرات والموافقات الإدارية الأخرى وأماكن الإقامة والمعدات اللازمة بحسب الأمين العام للأمم المتحدة. رئيس فريق المراقبين الدوليين الجنرال باتريك سيسلم موقعه للجنرال الدنماركي مايكل أنكر وفق القرار الأممي الذي نص على إرسال 75 مراقباً أممياً إلى اليمن لمدة 6 أشهر في مهمة مراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة. يقول مراقبون إنه ما لم يكشف عن أسباب استقالة الجنرال باتريك من منصبه ستظل مشكلة الحديدة تراوح مكانها دون الوقوف على أسبابها ودون تحقيق أي شيء على الأرض، ويظل ملف الأسرى والمختطفين أكبر مؤشرات الإخفاق الأممي رغم الحديث عن التهدئة بين فريق ملف الأسرى في الأردن. ولن يترجم الاتفاق إلا بإطلاق سراح قرابة 15,000 أسير ومختطف. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم إلي هنا في الاستوديو الأستاذ خالد عقلان الباحث السياسي. أهلا بك أستاذ خالد. أهلا وسهلا بكم. أستاذ خالد، إذن زيارات متكررة لجريفيث إلى صنعاء عدن والرياض أو صنعاء والرياض خلال هذا الشهر، واليوم يذهب إلى الحديدة. هذه الجولات المكوكية هل ستفضي إلى تنفيذ اتفاق ستوكهولم؟
لا شك أن المبعوث الأممي الحالي يمضي على طريق وخطى سلفه السابق الذي كان مهندسا لإنقلاب ميليشيات الحوثي وصالح العملية السياسية، فبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال أولا التعويل على أي مباحثة تفضي إلى سلام حقيقيا في اليمن، وهذه الجولات هي مضيعة للوقت، وما خرج به اتفاق السويد أو مشاورات أو تفاهمات السويد، لأنه ليس هناك اتفاق مكتوب يعني موقع عليه من الطرفين، هي عبارة عن تفاهمات لم تفضي حقيقة إلى أي نجاح يذكر. كان الهدف منها يعني إضفاء مشروعية لميليشيات الحوثي عبر هذه التفاهمات التي تنقل يعني الحوثي من ميليشيا منقلبة على العملية السياسية إلى طرف أصيل في أي معادلة سياسية جديدة. فبالتالي نستطيع القول أن مهمة المبعوث الأممي تنحصر في إكمال مسيرة سلفه السابق في شرعنة الانقلاب. من تقصد؟ إسماعيل ولد الشيخ أم جمال بن عمر؟ كليهما، مهندس الانقلاب جمال بن عمر الذي كان ليلة الانقلاب بصحبة عبد الملك الحوثي، وكان يطمئن كل الأطراف السياسية أن ما يحصل عملية جراحية محدودة يعني تتضمن استئصال طرفا معينا في المعادلة السياسية، وتبين بعد ذلك أن الجميع وقع في ورطة كبيرة جدا. الأمم المتحدة وقعت في ورطة كبيرة أنها تشرعن لتفتيت المنطقة عبر هذه الميليشيات التي تريد من خلالها إعادة فرز وتقسيم المنطقة على أسس يعني مذهبية وعلى أسس عرقية، فبالتالي نحن أمام ورطة حقيقية للأمم المتحدة بكونها تشرعن لتقسيم المنطقة عبر هذه الميليشيات التي تعد امتدادا اصلا ل يعني ل امتداد لحالة مذهبية موجودة ومتمددة في المنطقة، والعامل الإيراني يستطيع أن يتغلغل ويستفيد من حالة الحالة العدمية لصانع القرار الخليجي، ويستطيع أن يتغلغل في المنطقة أمام ومستغل كذلك الأطماع الدولية التي تريد العودة إلى المنطقة من خلال تدمير مفهوم الدولة الوطنية. ما حصل في العراق وما حصل في سوريا من تدمير كامل للبلد وتهجير لنصف سكان سوريا، الوضع طيب في ليبيا، هذا بشكل عام، هذا بشكل عام. لكن فيما يتعلق بالسويد، يعني أنت ترى الآن حتى أفهم وجهة نظرك بشكل أكبر، هل ترى أن تنفيذ اتفاق السويد ستوكهولم باعتبار أن الأمم المتحدة هي من تقود الجهود فيه سيفضي إلى يعني تمكين الحوثيين بشكل أكبر، أم سيفضي إلى شكل آخر وهذا ما لا يريده الحوثيون؟ تابع الجميع كيف تمارس الأمم المتحدة عبر مبعوثها جريفيث تدليلا مفرطا لهذه الميليشيات. يعني رفضت الميليشيات المبعوث الجديد جريفيث منذ عام لم يحقق أي اختراق ما عدا الاجتماع الذي حصل في جمعهم في ستوكهولم، وهذا الاجتماع لم يفضي حقيقة إلى نتائج ملموسة على الأرض. كان هناك يعني تفاهما حول ملف الأسرى على أساس أن يكون هناك تسليم للقوائم من الطرفين ثم إعادة النظر في هذه القوائم، لكن في الحقيقة وجدنا أن هناك يعني فيما يتعلق يعني ملف الأسرى ليس الأمم المتحدة على أن هناك حاجة للمزيد من الوقت. ليس هناك أولا إفصاح ضغطا حقيقيا من قبل الأمم المتحدة على الطرف الذي يعرقل أولا عملية تبادل الأسرى التي تمثل الأرضية الحقيقية لمسألة الثقة يعني. فبالتالي عملية إرساء الثقة بين الأطراف اليمنية مهددة تماما، لأنه لا توجد أصلا إرادة حقيقية لدى ميليشية الحوثي في الإفصاح عن ملف المختطفين أو المعتقلين أو المخفيين الذين بعضهم 4 سنوات لم يتم إطلاع أوائلهم، وهذا أبسط حق إنساني يتم انتهاكه. يعني من المستغرب أن لا يكون هناك موقفا واضحا في تحديد من يمارس هذه الانتهاكات الجسيمة يعني، وهذا ما يعني يتداول بشكل كبير في وسائل الإعلام. أنا أرى تشاؤما لديك من دور الأمم المتحدة وما سيفضي إليه. وليس تشاؤما، هذه هي الحقيقة. دور الأمم المتحدة يكمن في إعادة تقسيم المنطقة، ونحن ندرك أن هل لديك ربما متداخل آخر. دور الأمم المتحدة للأسف الشديد يكمن بكونها أداة للقوى الاستعمارية، وتريد القوى الاستعمارية الكبرى العودة إلى المنطقة عبر الأمم المتحدة والميليشيات التي زرعتها في المنطقة، والتي تمثل يعني عاملا حيويا لها في إعادة أو في تفتيت المجتمع وإنها فكرة الدولة الوطنية في المنطقة العربية. طيب دعني أشك معنا في هذه النقطة بالتحديد الأستاذة سمية الثور الناشطة السياسية التي تنضم لنا عبر السكايب من ألمانيا. أرحب بك أستاذة
سمية، سمعت ما تفضل به الأستاذ خالد هنا، أنت كنت مراقبة للمشاورات عن قرب، كنت في السويد بحسب ما أعرف، هل تتفقين مع ما طرحه الأستاذ خالد؟ بالتأكيد يعني صعب أنه أعترض على كثير من ما طرحه الأخ خالد، يعني خاصة عن خلفية ودور الأمم المتحدة عموما، لكن للأسف في الوقت الحالي هي الأداة الوحيدة التي باستطاعتها التفاوض والتحاور والفرض بين قوسين لقوانين الأممية، لكن طبعا واضح الفشل يعني هو المصير لما يحصل الآن في اتفاقية ستوكهولم، خاصة أنه ليس هناك خطة واضحة من البداية. نحن في البداية دعونا إلى تفصيل اتفاقية ستوكهولم، تفصيل واضحة لجميع الأطراف، هذا لم يكن تفاؤلا منا، ولكن كان بالإمكان استغلال هذه الفرصة. يعني البعض يرى فيها تشرعنة كناشطين وكسياسيين عن بعد، نرى أنه تعتبر هذه فرصة يعني كانت إنسانية وفرصة سياسية لليمن واليمنيين أنهم يبدأوا خط في مبادرات السلام المطروحة أمامهم، لكن للأسف في ما نرى وحتى تقارير كاميرا في الأمم المتحدة لم تكن محط إعجاب لكثير من الأطراف، وخاصة ما رأينا الهجوم عليه في موقف وذهابه وإيابه إلى صنعاء، فواضح أن هناك اختلاف كبير على ما يطرح من ناحية مصر، ويعني عدم اتفاق على التفاصيل التي هو يراها ويبدو أجريبت له لآخر. ففي هذا المقام أستطيع أن أتفق بشكل آخر مع ما يطرحه الأخ خالد، لكن يظل موضوع السلام، موضوع هذه الاتفاقية برأيي أنا يعني شيء مهم جدا أن نبني عليه، يعني لأنها تعتبر أو كانت تعتبر فرصة لليمنيين أنهم يعني يأخذوا نفسهم من الحرب التي ليس لها أي نتيجة. يعني نحن ترى أنه لا الحوثيين استطاعوا أن يحصلوا شيء، الحكومة طيب، وهذه نقطة طرحها ربما ممثل برنامج الأغذية العالمي في اليمن خلال تصريحات إعلامية خلال اليومين الماضيين، يتحدث، وأسألك هنا أستاذ يعني خالد، يتحدث على أن خلال هذه الفترة كان هناك وصول لمدنيين بشكل أكبر في الحديدة، يقول ذلك، وكانت هناك مساعدات تصل إليهم بشكل أكبر، يعني استغلوا هذه الهدنة. تتحدث الأستاذة سمية عن نقطة وضع اليمنيين في مكان واحد، إعادة الثقة، مسألة يعني ردم الفجوة الموجودة بين الأطراف اليمنية، هذا كثير يقولون أنه إنجاز صعب التحقق، وشيئا ما جريفيث نجح في تحقيقه وإن كانت هناك صعوبات تواجهه إلى الآن. هل ترى أن هناك أي ملامح إيجابية في اتفاق السويد فيما يتم الآن من حديث عن تثبيت للهدنة في الحديدة وما شابه؟ بالنسبة للأمم المتحدة وكونها الأداة الوحيدة لإرساء السلام في العالم، يفترض بالأمم المتحدة أن تحترم ميثاقها أصلاً لكي تكسب ثقة الشعوب، يعني بشكل عام، هذا من ناحية. من ناحية ثانية، ما يتعلق بتفاهمات السويد لم يتحقق من ذلك شيء، بل استغلت ميليشيا الحوثي بشكل كبير وواضح، وكان هناك خروقات أكثر من، يعني تم تسجيل خروقات كثيرة جداً خلال هذه الفترة، من كان المفترض أن يدخل وقف إطلاق النار من 13 يناير، ولكن الخروقات تم التمديد إلى 18 من ديسمبر، من 18 من ديسمبر، ولكن للأسف الشديد الخروقات وصلت إلى أكثر من 300 خرق لإطلاق النار حسب المراصد التي أو التصريحات حكومية أن هناك خروقات واضحة. المفترض من الأمم المتحدة أن يعني الخطأ القاتل الذي وقعت فيها الأمم المتحدة وتقع به دائما أنها لا تفصح وتبتعد عن الإشهار العلني بالطرف الذي، لكن هل من المنطقي أستاذ خالد ونحن نتحدث، يعني يجب، هناك من يطرح على أنه يجب الفصل ما بين ما يصرح به المبعوث الأممي وما بين ما تقوله التقارير الأممية، تقرير كاميرت
يدين في كثير من النقاط ميليشيات الحوثي في عملية في مسائل الاختراق وفي مسائل العراقيل البيروقراطية التي يعني تقوم بها سلطاته بالنسبة للموظفين الأمميين. لكن التصريحات التي يدلي بها جريفيث قد ليست بالضرورة أن تدين كما يقول كثيرون. تعرض رئيس فريق المراقبين لإطلاق النار ولم نسمع لإطلاق النار، وهذا يعد استهدافا واضحا باغتياله، ولم نسمع موقفا واضحا من الأمم المتحدة يدين الميليشيات التي مارست هذا الخرق الكبير جدا ضد المراقبين. الآن الحوثيين يمنعون أن الوفد الحكومي من أن يجتمع بممثل المراقبين في الحديدة، فبالتالي الإشكالية الأمم المتحدة. نحن نتفق أن هناك يعني تقارير كثيرة وهناك قرارات كثيرة وهناك أمور كثيرة جدا تتفق تماما هذه القرارات مع ميثاق الأمم المتحدة، لكن ما يحصل على الأرض هو خلاف لذلك تماما. يعني ما هي الآلية التي يجب أن تتبعها الأمم المتحدة في إنفاذ قرارتها على الأرض؟ هي تستغل أو تستغل الأمم المتحدة تحديدا من قبل أطراف دولية لتمرير أطماع لا أقل ولا أكثر، الحرب التي أو ما يتعلق. طيب من يجب عليه التدخل هنا لحماية مصالح اليمنيين؟ هنا للأسف الشديد يعني الحكومة الشرعية كما نقول، لأن الحكومة قالت أنها انتصرت في يعني أوحت من خلال تصريحاتها أنها انتصرت في اتفاق السكون. هناك تصريح واضح لأحد قيادة الجيش لا أتذكر اسمه، وكان له مداخلة هنا في بلقيس في قناة بلقيس قبل في حلقة سابقة، وعلق على الاتفاق الذي حصل وعبر عنه ووصفه بكونه فضيحة كبرى وتسليم واضح وإقرار واضح من قبل الحكومة الشرعية بالميليشيات، مع أن الوفد الحكومي يعلن أنه منتصر والسعودية تعلن أنها انتصرت وميليشيات الحوثي ترحب بهذا الاتفاق، ولكن في الحقيقة طيب هذا ربما تقدير عسكري بالتصريح هذا العسكري، لكن للسياسة شؤون في نهاية المطاف، وهناك ضغوط يعني يتم الحديث عنها على التحالف وعلى الحكومة من خلال التحالف. هل يعني أن تصرح الحكومة أنها منتصرة في اتفاقية ستوكهولم كما أقرت على الأقل أنها راضية عن أداء الأمم المتحدة إلى ذلك الحين، والآن هناك بعض الإشكالات التي تحدث؟ هو يفترض بالحكومة الشرعية أن يكون لديها موقفا واضحا. يعني الآن الحكومة الشرعية للأسف الشديد في أي تفاهمات تحصل الآن أو اجتماعات متعلقة بمستقبل اليمن لا تكون الشرعية طرفا فاعلا وحاضرا فيها. الشرعية غيبت نفسها بوقت مبكر، سيكون هناك اجتماعا قريبا يضم الأمريكان والبريطانيين والإمارات والسعودية، لا وجود مطلقا للشرعية في هذه التفاهمات التي تحدد مستقبل اليمن. فبالتالي نحن أمام إشكالية ومعضلة. الحكومة الشرعية للأسف الشديد فرطت بمشروع وفرطت يعني بأوراقها التي كان يجب أن تلعبها بشكل صحيح، وبالتالي للأسف الشديد هي تقدم نفسها يعني، وأعتذر يعني مقدما عن التعبير، هي تقدم نفسها كجارية في بلاط التحالف، لا تقدم ولا تؤخر. إشكالية الحكومة الشرعية أنها فرطت تماما بمفهوم السيادة الوطنية. يعني هنا الآن يعني ما يحصل من انتهاكات جسيمة وإخفاء قسري من قبل الميليشيات التي في مناطق سيطرة الشرعية، يقال أنها في مناطق سيطرة الشرعية. الآن نحن سندخل يعني من 17 يوليو 2015 حررت عدن وأخرجت ميليشيا الحوثي من عدن، إلى الآن سنمضي وهناك يعني ستنتهي أربع سنوات ستنتهي، وإلى الآن عدن يتم إغراقها بميليشيات ويمنع عودة مؤسسات الدولة الشرعية إلى عدن. كم أعلن وكم أعلنت الحكومة الشرعية وأعلن التحالف أنه سيتم تفعيل البنك المركزي أو سيتم إعادة عقد جلسات البرلمان في عدن. يبدو أن هناك يعني ورطة سعودية أخرى كذلك. السعودية تريد أن تجمع ما بين معادلة مستحيلة، تريد أن تكف خطر ميليشية الحوثي على حدودها وتريد في نفس الوقت عدم عودة الدولة في اليمن. هذه معادلة مستحيلة ولا يمكن أن تتحقق. إذا لم تعود الدولة في اليمن وتسيطر على كامل التراب الوطني، معنى ذلك أن الأمن القومي طيب السعودي يعني على المحك. هناك صعوبات كبيرة تواجه الحكومة، وهذا ما أسأل فيه الأستاذة سمية. إذا كانت الحكومة أستاذة سمية غير قادرة بهذا الشكل أن تتحرك، وهي أساسا تعتبر أن ما حدث في تفاهمات السويد انتصارا لها، هل يمكن المطالبة من المبعوث الأممي الذي هو في نهاية المطاف وسيط، لا يمكن له أن يقول لأحد من الأطراف أنت مخطئ في نهاية المطاف كتصريحات سياسية، لأنه سيفشل بشكل أو بآخر في نهاية المطاف، فهل يمكن أن نطالب
الأمم المتحدة بشكل أكبر ما نطالب به الحكومة؟ أولا أنا يعني أعتقد أنه الأمم المتحدة ومجلس الأمن ليست وسيط، يعني مجلس الأمن عندما يعطي قرارات يفترض أنها قرارات ذات مشروعية دولية، بمعنى أنه يفترض هذا الموظف لدى الأمم المتحدة المبعوث لليمن يكون متبني لكل قرارات مجلس الأمن التي هو يعني يستمد شرعيته منه. فالمطلوب منه أولاً تطبيق قرارات مجلس الأمن التي كلها تصب في مصلحة اليمنيين، يعني كل القرارات إلى الآن حتى فيما يخص قرار الحديدة أو اتفاقية ستوكهولم وما قبلها كلها قرارات تصب في مصلحة اليمن. فهو قد يكون وسيط لكن باستطاعته بطريقة أو بأخرى أنه يفرض هذه القرارات التي أجمع عليها المجتمع الدولي. هذا ما يخص المبعوث الأممي، يعني أن يعتبر نفسه وسيط ويبحث عن رضا جميع الأطراف أيضا هذا مستحيل، يعني في النهاية هذه حرب. طيب يعني المبعوث الأممي السابق أستاذ سمية، المبعوث الأممي السابق أشار بشكل أو بآخر إلى أن الحوثيين هم المخطئين، في نهاية المطاف لم يتعاملوا معه، لم يستقبلوا حتى نائبه معين سورين بشكل أو بآخر وتغير. يعني إذا ما حدد المبعوث الأممي أن أحد الأطراف هو الذي يعرقل يبدو أنه سيتم تغييره في نهاية المطاف. طبعا يعني هذا بدون شك، وهذا ما حصل مع كامرت، يعني كامرت أصدر قرار يعني تقارير ليست بنفس لغة جريفيت، فأدى ذلك إلى أنه يعني قد يترك أو يخسر مهام في الحديدة. لكن أنا لا أتكلم أن يقول هذا مخطئ أو هذا صح، يجب تطبيق القرارات الدولية، وإلا يعني هو يعني بأي شرعية جاء إلى اليمن؟ يعني جريفيث جاء إلى اليمن بشرعية مجلس الأمن والأمم المتحدة التي من مهامها الأولى تنفيذ هذه القرارات. لكن طبعا هنا يعني يجب أن الواحد يذكر مرة أخرى أنه لا يمكن لمثل هذه الأشياء والضغوطات على المجتمع الدولي أن تتم إلا إذا كان هناك أداء حكومي قوي جدا، هذا رقم واحد. رقم اثنين التحالف. التحالف للأسف الشديد يعني جيش كل قوته وكل إمكانياته وكل أعماله السياسية في المنطقة وفي أوروبا وفي أمريكا ضد أطراف غير أطراف، يعني قد يكون شغلهم على أطراف يمنية أكثر من شغلهم على من ذهبوا في اليمن ليحاربوا. فبالتالي يعني الإمكانات التي يمتلكها التحالف والشرعية التي أعطيت لهم للأسف في اليمن يعني بها سحبوا إمكانيات الحكومة أيضا، والحكومة أيضا للأسف لم تثبت أي دور قوي وإيجابي. هناك محاولات من بعض الأفراد في الحكومة، لكن كمنظومة دولة وكمنظومة حكومة بالتأكيد يعني هناك فشل وفساد مخيف، يعني وأشياء نشهدها بأنفسنا في اختلاطنا مع بعض أفراد الحكومة. فبالتالي الدور لا يمكن أن يكون على طرف وطرف لا، ونحن نتكلم هنا عن مؤامرة أو عن خطط كبيرة جدا لتقسيم المنطقة. فإذا لم يكن هناك فعلا إرادة سياسية قوية من التحالف من الخليج من جميع المشاركين في هذه المنطقة إلى أن يكون هناك صوت واحد وكلمة واحدة، فهذا طبعا كله يعني مجهودات وتضحيات، وستستمر اليمن في الحرب بالوكالة للسعودية. طيب ولأمريكا في هذا السياق يعني سأسألك عن الدور الألماني المتوقع بعد أن أصبحت عضوة غير دائمة في مجلس الأمن، لكن قبل ذلك دعيني أسأل الأستاذ خالد عن الأنباء التي تحدثت عن استقالة كامرت. على الأقل الآن هناك تسريبات شبه مؤكدة أنه سيتم تغييره بفريق دنماركي لوسيغارد. برأيك هل سيدفع ذلك، هل سيحدث هذا الأمر تغيرا على الأرض فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق الحديدة؟ خبر تغيير الجنرال الهولندي باتريك كامرت يوحي بأن هذا الرجل يحترم نفسه ولديه مهنية، يعني ولا يريد أن ينهي حياته المهنية بفضيحة. سبق وأن أعلنت الصومال
أعلنت الصومال قبل حوالي أسبوعين أن المبعوث ممثل الأمين العام للأمم المتحدة شخصا غير مرغوب فيه وهو قد وصل في 80 من عمره، فبالتالي يبدو أن هذا الرجل يحترم نفسه، لأنه يحترم نفسه ولا يريد أن ينهي حياته المهنية بفضيحة ربما قد تكون تمثل شرعنة حقيقية لوضع شاذ أصلا ولمسرحية مكشوفة. وكان موقفه واضح حينما تم المسرحية التي قامت بها ميليشية الحوثي بدور الاستلام والتسليم ما بين قوات خفر السواحل المعينة من الحوثيين بميليشيات تلبس الزي المدني. هذه المسرحية أثارت ضحكه وكان له موقف كان له موقفا واضحا، فبالتالي أنا أعتقد أنه سيتم الإتيان بمراقبا آخر ينساق تماما ولديه أجندة ربما يفرض عليه أو يملى عليه أن أليست هي محاولة لإرضاء الحوثيين بشكل أو بآخر؟ هي محاولة بغض النظر عن مهنية هذا الشخص، هي محاولة أو هنا الأمم المتحدة أثبتت تماما أنها ليست مع المهنية الحقيقية والجادة فيما يتعلق بأن يكون هناك موقفا واضحا بناء على ما يصدر من فريق المراقبين. فريق المراقبين هذا فريقا مهنيا والمفترض أن يتم الانصياع أو يتم الأمم المتحدة عبر آلياتها المعتبرة أن تمارس الضغط على الطرف المعرقل، يعني هي تحاول على الطرف المعرقل، لكنه سيؤتى برئيس مراقبين آخر لديه سيتم لديه أجندة سياسية أو سيتم إرفاده بما الأجندة السياسية. هذه الأجندة السياسية قد ترضي أو تشرعين لهذا الوضع الشاذ في الحديدة، وبالتالي نحن أمام أزمة طويلة وستطول وستستمر بليشيات الحوثي يعني بالمراوغة والأخبرات. تحاول أن تقول أن فترة كاميرت ستنتهي وسيأتي لوسيغارد من بعده، يعني كعملية انتقالية سلسة، وإن كان الكثير يشكك في مصداقية هذه المعلومات. في هذا السياق يجب أن أرحب بمن تنضم إلينا الآن، عضو رابطة أمهات المختطفين السيدة أم أحمد من صنعاء. لكن قبل أن أنتقل إليها أعود إلى الأستاذة سمية الثور. أستاذة سمية، كنت سألتك على الدور الألماني المتوقع الآن، وقد أصبحت ألمانيا عضو غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2019 و2020. هناك حديث كبير على أن المبعوث البريطاني مدعوم بشكل كبير من البريطانيين. بريطانيا تلعب دور كبير فيما يتعلق بالقرارات الأممية فيما يتعلق باليمن. هل يمكن أن تلعب ألمانيا دورا موازنا في هذا السياق، خاصة مع أن خاصة باعتبار أن الولايات المتحدة لا تلعب دور كبير فاعل في هذه الفترة فيما يتعلق بالملف اليمني؟ أولا أمريكا كيف ليست دور فاعل في الملف اليمني؟ الدعم اللوجستي التي تقدمه أمريكا للسعودية هذا أكبر دور ممكن نتكلم عنه عن دور أمريكا في المنطقة، غير مصالحها مع إسرائيل ومع ومشاريعها أو معاداتها بشكل أو آخر. هو نقطة أستاذة سمية عن مجلس الأمن تحديدا. ألمانيا بالنسبة لألمانيا طبعا هي مسؤولة عن موضوعين أساسيين في مجلس الأمن خلال السنتين القادمتين، وهي السلام والأمن والسلام والمساواة بين الرجل والمرأة ودور المرأة في السياسة وتغيير المناخ. بالنسبة لألمانيا تغيير المناخ يعتبر شيء أساسي، وهم أكثر الدول التي مهتمة بهذا الموضوع. والموضوع الآخر اللي هو الأمن والسلام، في محاولات الآن وكانت لاحظناها بداية الشهر المؤتمر اللي سووه مع بعض الدول في ألمانيا بخصوص المساعدات التي تقدمها ألمانيا للأمم المتحدة، لكن كدور وكفاعل كبير وأساسي أعتقد بيكون أقل من غيرها أو على الأقل أقل من بريطانيا، خاصة أنه أعتقد بريطانيا أيضا مصلحتها الكبيرة وعلاقتها الجيدة مع السعودية وتصدير السلاح للسعودية وتدخل ألمانيا ضمن هذه المجموعة، فبالتالي ألمانيا دورها بسيط جدا في الملف اليمني، ولا أعتقد أنه سيتغير كثيرا إلا إذا استطعنا أن يكون هناك ضغط معين على السياسة في ألمانيا بحيث أنه نوصل معهم إلى نتيجة مختلفة.
طيب أرحب الآن بالسادة أم أحمد عضو السيدة أم أحمد عضو رابطة أمهات المختطفين التي تنضم لنا عبر الهاتف من صنعاء. السيدة أم أحمد، أصدرتم بيان بخصوص وفاة 6 مختطفين في سجون ميليشيات الحوثي، هل وضعتنا في التفاصيل؟ مع ترقبنا لنتائج اللقاءات الأردن وبين الطرفين، نحن كنا نأمل أن تفضي هذه اللقاءات إلى حل جذري لقضية المختطفين. يعني ذكر السيد مارتن غريفيث أن الاتفاق على إطلاق جميع المختطفين يعتبر بادرة حسن النوايا من الطرفين، وأيضا إجراء لبناء الثقة. لكن تفاجأنا نحن الأمهات بأنه ما زالت آلة الاختطاف جارية، ما زالت الانتهاكات في السجون. قتل 6 مختطفين من بعد اتفاق السويد إلى الآن في السجون، إما بالتعذيب أو بسبب التعذيب بعد خروجهم بسبب الأساليب البشعة التي تستخدم في السجون لتعذيب هؤلاء المختطفين. كل هؤلاء المختطفين كانوا في سجون الحوثي مع الأسف. 2 منهم في سجون في سجن الصالح بتعز، وأحدهم في سجن الأمن السياسي بزمار. تحدثت جماعة الحوثي أنه انتحر داخل السجن، لكن زملائه يتحدثون أنه تعرض للتعذيب الوحشي وقتل تحت التعذيب. 2 أيضا منهم في إب، وأحدهم كان مسجون في سجن المحويت، ثم توفي بسبب التعذيب الذي تعرض له في ذلك السجن. طيب، في هذا السياق المبعوث الأممي زار صنعاء أكثر من مرة خلال هذه الفترة، هل كان هناك جهود ل مقابلته لإطلاع على هذه التطورات المؤسفة؟ نعم، حاولنا كثيرا الالتقاء بالمبعوث الأممي، لكن لم يسمح لنا بمقابلته أو لم يسمح هو بمقابلتنا. التقينا فقط مع نائب المبعوث في أحد اللقاءات، وطرحنا له هذه الانتهاكات التي تجري في السجون. طالبنا الأمم المتحدة بالضغط على جماعة الحوثي من أجل إيقاف الانتهاكات، كونها هي الجهة المخولة أولا لحماية حقوق الإنسان في العالم، وأيضا لأنها هي الراعية لتنفيذ اتفاق السويد. طيب، يعني في سياق هذا الاستمرار في الانتهاكات من قبل الحوثيين، وما يبدو أنه عرقل في ملف تبادل الأسرى، ما الذي يعني تريدون إيصاله للعالم في هذا السياق؟ لن نستبق الكلام بأنه عرقلة. نحن نتمنى أن يمضي الاتفاق وأن يخرج جميع المختطفين، هذا هو أملنا. أيضا نحن وجهنا رسالتنا للعالم بأن يكون معنا في الضغط على جماعة الحوثي، وأيضا الضغط على الطرفين من أجل إنفاذ هذا الاتفاق. الأمهات وقبلهن المختطفين الذين في السجون يأملون كثيرا أن يروا الشمس في هذه الفترة، أن يروا نور الحرية يشرق عليهم في هذه الفترة. الأمل كبير في تنفيذ هذا الاتفاق، فنحن لن نقول أنه عرقلة، لكن نتمنى أن تتجاوز كل تلك العراقيل الصغيرة التي تقف الآن أمام هذا الاتفاق. شكرا لك يا سيدة أم أحمد عضو رابطة أمهات المختطفين، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء، وعسى أن يفرج الله عن المختطفين والسجناء بطبيعة الحال. اليوم أستاذ خالد، كان هناك إطلاق لسراح أسير سعودي في سجون ميليشيات الحوثي، قام الحوثيون بإطلاقه. المبعوث الأممي رحب بهذه الخطوة، اعتبرها بادرة جيدة، كذلك فعل يعني الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجيريك. برأيك ما الذي يفهم في سياق أن ملف المعتقلين لا يتحرك بالشكل الكافي، وإن كانت السيدة أم أحمد تأمل بذلك ونحن نأمل أن يتحرك، لكن يتم إطلاق سراح أسير سعودي؟ أولا اسمح لي أن أحيي أم أحمد ورابطة أمهات المختطفين وكذلك النسوة الذين يناضلن في شوارع عدن. يفضحنا ممارسات الميليشيات التي تنتهك أبسط الحقوق الإنسانية في سجون يعني الاحتلال الإماراتي، وكذلك النسوة الذين يناضلن في صنعاء من أجل الحرية والكرامة ومن أجل يعني الدفاع عن أبسط الحقوق الإنسانية التي تمارسها ميليشيات الحوثي، التي تعد رديفا أو تعد الميليشيات الموجودة في عدن هي رديف تماما لميليشيات الحوثي في صنعاء، وكلاهما وجهان لعدوان واحد على الشعب اليمني. الروح اليمانية الأصيلة العصية على الكسر هي التي تبعث فينا الأمل. أم أحمد وغيرها من المناضلات اليمنيات، وكذلك النضال الذي استمر لـ4 سنوات في تعز، يعني
إلى الآن عصية على الكسر والنضال الموجود في المهرة الذي يرفع علم الجمهورية اليمنية ويعزز مفهوم الهوية الوطنية، وكذلك هذه الأصوات هي التي يعول عليها في استعادة مشروع الدولة الوطنية، وهي التي تعطي الأمل لنا وتعطي الأمل لنا بأن هناك عودة إلى الوطن واستعادة لمشروع الدولة. أما ما يتعلق بسؤالك حول إطلاق يعني معتقلا سعوديا أو يعني أسيرا سعوديا، هذا يؤشر على هناك مؤشرا خطيرا يعني، وهذا سيوقع السعودية في ورطة كبيرة. طبعا هناك أصوات تضغط على السعودية، أصوات في الداخل السعودية للحوار المباشر مع ميليشيا الحوثي بشكل علني. كان هناك حوارا قبل حوارا يعني قبل عام سرية سابقة أفضت إلى الإفراج عن بعض المعتقلين، ولكن السعودية ستكون في ورطة كبيرة ومحققة إن طبعا الحوثي يرحب بالحوار العلني والمباشر مع السعودية. نعم، وهو يعني إذا خضع أو إذا يعني السعودية خضعت للضغوطات، سواء هناك ضغوطات داخلية أو قوى دولية، لأن السعودية لم تحقق شيئا، لم تستطيع أن تنهي الانقلاب، ولم تستطيع ولم تسمح باستعادة الدولة، وسمحت بكل هذه العبثية، العبثية التي تمارسها الميليشيات المحسوبة على الإمارات في الجنوب، والميليشيات المحسوبة على الأجنحة المتطرفة للحراك الانفصالي الجنوبي في الجنوب، الذي يرفع من القضية الجنوبية شعارا زائفا، ولكنه لا يمثل بأي حال من الأحوال أبناء الجنوب الشرفاء الذين هم مع فكرة الوحدة الوطنية. كيف ستكون ورطة بالنسبة للسعودية؟ ورطة بالنسبة للسعودية، أولا أنها ستعترف بميليشية الحوثي كندا واضحا لها في الإقليم، وبالتالي ستكون مشروعية تدخلها في اليمن، ستنتهي مشروعية تدخلها في اليمن وما ترتب على هذا التدخل، لأنها أصلاً أتت المملكة العربية السعودية باستدعاء من الحكومة الشرعية لاستعادة الشرعية واستعادة الدولة. فبالتالي أن تستمر بحرب لأربع سنوات، تؤدي التقرير اليوم للأمم المتحدة يقول أن 20 مليون إنسان في اليمن بحاجة إلى يعني إلى مساعدة عاجلة، 54 مليون في العالم من ضمنهم 20 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدة إنسانية عاجلة. فبالتالي السعودية ستكون في ورطة كبيرة أنها تسببت بأكبر أزمة إنسانية، وبأنها نقضت كل الاتفاق التي أو الأهداف التي من خلالها كان هذا التدخل العسكري في اليمن، والتي أدى بطبيعة الحال إلى الأخطاء الكارثية التي حصلت إلى موت المئات، سواء من المدنيين الأبرياء نساء وأطفالا، وكذلك كان هناك قصفا متعمدا للجيش الوطني الذي كان يمثل نوالي استعادة الدولة. فبالتالي ستدخل السعودية في ورطة كبيرة جدا، وسيكون هناك ستصبح ميليشيا الحوثي أمرا واقعا في جنوب الجزيرة العربية، وسيكون ذلك اعتراف واسع وسيكون ذلك مهددا قطعا للأمن القومي السعودي، وبالتالي سيكون تمكين ميليشيا الحوثي وتقسيم الجغرافيا اليمنية هو بالتالي سيأتي على السعودية، وستكون يعني محل الأول هدف الثاني للتقسيم. اتفاقية سكس بيكو التي قسمت المنطقة العربية في بعد 1916 بدأت التقسيم، للتذكير والتاريخ قبل 100 عام، بدأ التقسيم من اليمن حينما في عام 1918 تم الاعتراف بسلطات الإمامة في عام 1918 كسلطات أمر واقع، وأصبحت تحكم شمال اليمن، وتم تقسيم شمال اليمن عن جنوبه. فبالتالي إذا نجح دعني أعود إلى نقطة يعني دعني أعود إلى نقطة التبادل الذي حدث اليوم، أخذ وجهة نظرك أستاذة سمية فيما حدث. هل يمكن اعتبار أن ما حدث اليوم بادرة، يعني يتم تبني وجهة المبعوث الأممي بأن هذه بادرة جيدة يمكن أن تفضي إلى المزيد فيما يتعلق بتبادل الأسرى، أم أن المسألة فيها أو لها وعليها كما يقال؟ للأسف لا لها ولا عليها، يعني هذه البادرات التي يتكلم عنها لن تفيد القضية اليمنية في شيء. أنا أتفق مع ما طرحه الأستاذ خالد تماماً، فهي فعلاً يعني مثل هذه التصرفات، يعني حتى أن يأتي الحوثي و يطلب إطلاق سراح المعتقلين اليمنيين من سجون ومعتقلات القوات الأمنية التابعة للتحالف في عدن مثلا، ويطلب تحريرهم، فهو فعلا يشرع لنفسه أنه هو من يمثل اليمنيين في جميع المناطق. فبالتالي إخراج فرد من السعودي من سجون الميليشيات، وهو ليس فرد، هو أسير حرب مثله مثل كثير من أسرى الحرب الموجودين لدى الطرفين، والذي لا نعتبرهم بنفس مستوى المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسريا.
نحن نستطيع أن نقول أن هناك بادرة طيبة أن يتم الإفراج عن مخفي قسري، عن أفراد لا نعرف مصيرهم، تعرضوا للتعذيب من اليمنيين، سواء من اليمنيين المدنيين أو من المدنيين السياسيين أو من المدنيين العسكريين، اليمنيين العسكريين عفوا. فبالتالي بادرة طيبة للسعودية ولعلاقة السعودية بالحوثي، وهذا لا يخدم القضية اليمنية. وبذلك أنا أتفق جدا مع طرح الأخ خالد في هذا الموضوع، لأنه فعلا موضوع خطير يعني. وقد حتى هنا في ألمانيا أنه ما إمكانية مثلا إدارة حوار مباشر بين السعودية وإيران، فإذا فعلا هناك حوارات مباشرة ما بين الحوثي والسعودية فهذه طبعا كارثة بالدرجة الأولى على السعودية، أنها ستكون معتدي في نهاية المطاف على اليمن، ومشكلة كبيرة علينا نحن كقضية يمنية يعني. ستكون فعلا ضاعت القضية اليمنية وأصبحت قضية سعودية إيرانية أو سعودية حوثية بحتة. أشكرك أستاذة سمية ثور الناشطة السياسية، كنت معنا عبر السكايب من ألمانيا. بالعودة إليك أستاذ خالد، الحكومة قبل أيام وحتى الرئيس عبد الرب منصور هادي صرح بأن يعني إذا كان هناك استمرار في عرقلة تنفيذ اتفاق ستوكهولم لن تستمر الحكومة بضبط النفس. برأيك ما المتاح لدى الحكومة أو ما الذي ستقوم به الحكومة في حال استمرت العرقلة، في حال ما استمر الحوثيون حتى وإن تغير يعني رئيس المراقبين الأمميين؟ لنعد إلى الوراء قليلا، عبد الرب منصور هادي هو الذي سلم أو انقلب، هذه من المفارقات وعجائب الزمان والمكان والتاريخ. عبد الرب منصور هادي أسهم في الانقلاب على نفسه حينما ذهب إلى عمران وقال أن عمران عادت إلى حضن الدولة في اليوم الذي دفن. دعني أكمل فكرتي. اليمنيون يريدون أن يفهموا، هل نريد أن نفهم الأمل للأمم المتحدة، يعني يأملوا بالأمم المتحدة لإنقاذهم أم يأملوا بالرئيس عبد الرب منصور هادي لإنقاذهم؟ بمن يأملوا يعني؟ نحن نثق تماما بنضال اليمنيين واليمنيات الذين يخرجون بالمئات سواء في صنعاء أو في عدن. هؤلاء النسوة هن الذي يعطينا الأمل لليمنيين في استعادة دولتهم. أما عبد الرب منصور هادي وحكمته التي أصبحت حكومة الرئيس عبد الرب منصور هادي، آخر تصريح لنائب وزير الداخلية الأخشع الذي في مجلس حقوق الإنسان قبل أيام يشرع عنه. أنا الآن أتحدث عن تصريحه فيما يتعلق بضبط النفس، أنها لن تستمر في ضبط النفس. ليس يعني ليس مجال حلقتي الآن للحديث عن تصريحات. ما الذي يمكن؟ أولا حينما بدأت معركة الحديدة تم إفراغها من بعدها الوطني. القوات التي تشارك في معركة الحديدة لا تخضع بشكل مباشر لهيئة الأركان اليمنية ولا إلى وزارة الدفاع. أين وزير الدفاع؟ ليس لدينا وزير دفاع إلى الآن. فبالتالي تم في البداية من قبل سنة كاملة حينما بدأت معركة الحديدة إفراغها من بعدها الوطني، ليس هناك توجيهات مباشرة. هذه القوات أبو اليمامة، ميليشيات أبو اليمامة، وكذلك القوات ما يسمى بحراس الجمهورية الذين تم استعادتهم أو استيعابهم من الحرس الجمهوري بعد مقتل صالح تحت قيادة صالح، هؤلاء يتلقون أوامرهم مباشرة من الإمارات. فبالتالي لم يعد للحكومة اليمنية قرارا واضحا، لا تمتلك قرارها. هذه الحكومة سلمت يعني هادي فرط بكل شيء، فبالتالي أصبحت شرعيته على المحاك. للأسف الشديد ما تمارسه الحكومة رجالة الرئيس هادي أنهم الآن ينقلبون على يعني يعززون الانقلاب أو يفرغون سلطة أو سلطة الرئيس عبد الرب منصور هادي من مشروعيتها حينما يمارسون وظيفة سيئة ووقحة جدا وتتضمن تبييض جرائم الإمارات، حينما يصرحون أنه لا يوجد يعني معتقلات سرية. إذا كان تصريح وزير الداخلية قبل زيارته إلى الإمارات، وزير الداخلية الميسري قبل أن يزور الإمارات، كان تصريحه واضحا ضد جرائم وممارسات ميليشيات الإمارات، وكان يقول أنا وزير الداخلية لا يسمح لي بزيارة السكون السرية. زيارة السكون السرية، ما الذي تغير حينما زار إلى الإمارات؟ أصبح يعني يشتغل مرتزق مع الإمارات. نحن أمام إشكال كبيرة على الرئيس عبد الرب منصور هادي ألا يفرط برجاله الأوفياء. تم التفريط بكثير من الرجال الأوفياء، أين المفلحي؟ رجالة الدولة الذين يتم التفريط بهم سواء في السلك العسكري أو المدني، وهؤلاء الشرفاء الذين يتم أو التعويل عليهم أو الذي يجب التعويل عليهم في استعادة مشروع الدولة، عبد الرب منصور هادي يقرب بطريقة مناطقية حوله مجموعة من الذين توظفهم الإمارات ليصبحوا مرتزقة لتبييض جرائمها. فنحن أمام إشكالية كبيرة. نحن نقول أن الحوثي والإمارات وجهان لعدوان واحد على اليمن، ولا نعول
ابدا على الرئيس عبد الرب منصور هادي ولا على حكومته في استعاده الشرعيه في اليمن، ونحن ندرك تماما ان التحالف العربي في اليمن لم ياتي على سواد يعني سواد عيون اليمنيين، هو اتى لاجنده مفضوحه مكشوفه تماما. اذا الامل بنضالات هؤلاء اليمنيين. نعم الامل بنضالات هؤلاء اليمنيين. نعم على نعم. اشكرك جزيلا. نعم. الشكر استاذ خالد عقلان الباحث السياسي، كنت معنا في الاستوديو في حلقه اليوم. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه والانصات. في ختام هذه الحلقه تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري. الى اللقاء.